حيث كان المسلمون يبنون مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة. وقد روى أبو هريرة إيجاب الوضوء من مس الذكر على حسب ما ذكرناه قبل، وأبو هريرة أسلم سنة 7 من الهجرة، فدل ذلك على أن خبر أبي هريرة كان بعد خبر طلق بن علي بسبع سنين. فهو يقول بالنسخ على صحة حديث طلق وكذلك حديث كنت ستمثل. نعم. وتدخل في الناسخ والمنسوخ فهذا في حينه. نعم. إذا كنت في مرحلة التقعيد فنحن مع التقعيد الأولا. نعم. لكن عموما دمت ذكرت الشيء، هذا الكلام مدفوع لأمور عدة. أولا، السند إلى أبي هريرة بالوضوء مس ذكر لا يصح، وأقوى حديث مع أننا نرى معلولا أيضا وستأتي العلة بيان العلة فيه، حديث بصرة بن صفوان، حديث بصرة بن صفوان من مس ذكره فليتوضأ، وسأذكر العلة فيه. لكن أرجع إلى حديث أبي هريرة، أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يروي أغلب رواياته من رسيل عن رسول الله، رسل صحابي، أن أبو هريرة إذا قلت أو كما قال أهل العلم قبلك أسلم قبل الوفاة بثلاث سنوات وفاة رسول الله، فقبل هذه الثلاث سنوات 18 عاما حدثت فعل لرسول الله أحداث، لأن الرسول منذ أن بعث إلى أن قبض 21 أو كم 23 سنة، يعني 20 سنة أبو هريرة ما رأى النبي مسلما فيها ويحدث بأحاديث في هذه الحقبة. فضبط التاريخ غير دقيق، ضبط التاريخ غير دقيق. فأولا، السند إلى أبو هريرة لا صح. ثانيا، ضبط التاريخ غير دقيق في هذا الصدد. أما حديث بصرة إن شئتم أن أتكلم فيه تكلمت، لأنه المعول عليه في مسألة مس الذكر. الحديث مروي من طريق مروان بن الحكم عن بسرة بن صفوان. مروان بن الحكم لم يرتضه علماء كثيرون، قالوا أمير مبير ظالم، والذي قتل طلحة بن عبيد الله وغير كثيرا من السنن، فلا نخرج له ولا نقبل حديثه. فقال قائل إن مروان كان جالسا مع عروة ابن الزبير فتناقشوا في مسألة مس الذكر ينقض أو لا ينقض، فأرسل مروان شرطيا عسكري إلى بصرة، قال سل بصرة ماذا قال الرسول في من مس الذكر. فرجع الشرطي وقال إني سمعت النبي، إن بصرة قالت سمعت النبي يقول من مس ذكره فليتوضأ. فعلماء العلل قالوا هذا الشرطي من هو مجهول، الشرطي مجهول، ولا نبني حكما شرعيا على شخص على سند فيه رجل مجهول. فهذه وجهة من المضاعفين. قال المصححون لحديث بصرة إنه قد وردت رواية فيها أن عروة لما كان جالس مع مروان وجالس الشرطي ينقل هذا الكلام، ذهب عروة إلى بصرة فحدثته بأن النبي قال من مس ذكره فليتوضأ. فأجاب العلماء على ذلك بأن هذا لو ثبت لكان فيصلا، لكن هذا من المأخوذ على هشام بن عروة، وانتقده يحيى بن معين وقال أخطأ هشام بن عروة في هذا، فضعف زيادة ذهب عروة إلى بصرة فصدقته، ضعفها، فأصبح الحديث في حيز الضعف. قالوا أيضا وقوله هذه حجة من حجج القيم من مس ذكره فليتوضأ لا تساوي من مس ذكره فقد نقض وضوء، في فارق، من مس ذكره فليتوضأ لا تساوي من مس ذكره فقد انتقض وضوءه. قال قد يكون فليتوضأ استحبابا، استحبابا، وقالوا هذا إذا حملنا على الاستحباب سنرجع لحديث طلق مع أن فيه ضعف، ونقول إن النبي طلق بن علي يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام سأل النبي عن مس الذكر فقال هل هو إلا بضعة منك،
يعني حتى الجلد منك، مسألة الجلد منك لا ينتقد الوضوء. فقالوا سيكون الأمر للاستحباب والتنزه كذا قيل. فلذلك انشطر العلماء الأولون من الصحابة والتابعين ومن بعدهم في هذه المسألة إلى قسمين. قسم يقول من مس ذكره فليتوضأ ضعيف، وحديث طلق يقدم عليه. وقسم يقول بالعكس. فلذلك الخلاف قوي في هذه المسألة بين الأولين. عرضا أن تحدثت فيها عرضا، أنا ليست هي من القواعد إنما هي من الأمثلة، مثال يعني في مثال. نعم. والتحرير أن من مس ذكره فليتوضأ، لأن هناك أقوال كثيرة أخر. من مس ذكره فليتوضأ لا يعرف التاريخ فيه متى كان، وحديث يعني لا يعرف أيهما المتقدم من المتأخر. ثم قالوا إن حكما كهذا الحكم العام الذي يهم عموم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كوننا نعلقه بامرأة السند إليها مشكوك فيه، السند إليها مشكوك فيه، ما كلام غير مقبول لدى بعض العلماء. أما كونها امرأة طبعا عندنا حديث كثيرة تفردت بها نسوة وقبلت أحاديثهم، لكن في حال ثبوت السند إليها. لكن بهذه الطريقة وهذا حكم عام يهم عموم أمة محمد، كان ينبغي أن ينقل من طرق أقوى. فلذا أعرض الصحيحان عن هذا الخبر حجة القائلين، يعني لم يخرجوا للبخاري ولا مسلم ولم يسلم طريق لهم من العلة. فالله أعلم، وسيأتي الحديث عليه بالتفصيل. أحسن الله شيخنا.